مجلس الشورى يشن هجمات على التوظيف بوزارة العمل، ورئيس التأمينات السابق يتهم وزارة العمل بإعلان أرقام توظيف وهمية. ويا هلا بالعرفة، نعرض لكم فيها مختصر حلقات الشهر الماضي مع أن دخلنا موسم الحج، وأيضا في يا هلا لهذا المساء تغطية أكثر من أمس لتكريم منظمة التعاون الإسلامي لصاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال في تقرير معنا في أهلا لهذا المساء. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. ابدا من مجلس الشورى، اذ شن اعضاء مجلس الشورى هجوما على مشكله توظيف السعوديين لدى وزاره العمل، واتهم رئيس التامينات الاجتماعيه سابقا وعضو مجلس الشورى سليمان الحميد او الحميد وزاره العمل بانها تعلن ارقام توظيف وهميه تصل الى 700 الف خلال العام الماضي. الحقيقه هذا الرقم أو هذه المعلومات غريبة جدا، وإن كانت صحيحة يبدو لدينا مشكلة كبيرة. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. حسب ما ورد في تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، زيادة عدد العاطلين عن العمل ب 200 ألف عاطل في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وعدد المستقدمين في القطاع الخاص في الفترة ذاتها 1,700,000 مستقدم وفقا لبيانات وزارة العمل. وتشير وزارة العمل في أحد أرقامها إلى عمل 104,000 امرأة في قطاع التشييد والبناء، كما كشفت مؤشرات اقتصادية أن السوق السعودية من بين الأقل توظيفا للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22%. كما انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية من خلال تقريرها السنوي بسبب عدم شغل وظائفها البالغة أكثر من 146 ألف وظيفة، وهي تمثل ما يقارب 11% من إجمالي الوظائف المعتمدة في الدولة، منها 46 ألف وظيفة لا يتم شغلها و90 ألف وظيفة تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية، كما أن هناك ما يعادل 2,600 وظيفة شاغرة كمعيد و3,176 وظيفة في سلم رواتب بالقضاء و2,660 وظيفة في سلم هيئة التحقيق و19,514 وظيفة كمستخدمين لم يتم شغلها. أهلا وسهلا بكم من جديد. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عبد الحميد العمري، خير من يتحدث ودائم عنده موقف لعلكم تتذكرون في أهلا تحديدا بأنه ألمح إلى هذا المعلومة وأكد وطرح كثير من التساؤلات. الحقيقة طبعا احنا حاولنا الحقيقة الاتصال بوزارة العمل، رفضوا طبعا التعليق، بعضهم أرقام ما ترد، لأن الحقيقة نبغى نوصل لنتيجة أو وضوح، ما عندنا يعني هذا يعني شيء ضد أحد. أستاذ عبد الحميد، إلى أي مدى يعني دقيق ما قاله رئيس التأمينات السابق والمجلس، وإن كان ذلك صحيحا هل سابقا قالوا؟ لماذا تأخر في المعلومة لم يكن قالها من قبل يعني؟ طبعا بالنسبة يمكن عضو مجلس الشورى وحتى مجلس الشورى تكلم عن الموضوع بناء على التقرير السنوي اللي تم مناقشته في مجلس الشورى، بالتالي صدر هذا التعليق أو هذه الملاحظة من قبل العضو من قبل المجلس. التقرير يمكن تكلمنا زي ما ذكرت لك أنا عبر برنامج جهالة أكثر من مرة في هالموضوع، من بداية 2011 إلى تقريبا إلى ما قبل شهر، وإحنا نتكلم على هالموضوع أنه هناك مشاكل وهناك أخطاء واقعة، وكان من أخطرها اللي هو موضوع التوظيف أو السعودة الوهمية اللي يمكن أنا كتبت عنها أكثر من مقال من بعد ما صدر تقرير السنوي لوزارة العمل بنهاية 2012، وكان واضح يعني يمكن كان تعليق مجلس الشورى شوي فضفاض، لكن أنا حددته بالأرقام. وأكبر دليل
انك لما تشاهد قطاع التشييد والبناء اللي هو القطاع اللي تقريبا يمكن الاقل اجور والاكثر تقريبا طلب بناء على المشاريع، وغير كذا انه ما يحتاج شهادات عليا، وهو عليه كان اكثر الاستخدام 60 الى 55% من الاستخدام السنتين اللي راحت تركز على هذا القطاع. لك ان تتخيل انه الزياده اللي حصلت في 2011 و2012 وحتى تقريبا الفتره هذه اتوقع انه استمر الرتم، انه ترك 50% من الزياده في توظيف النساء او توظيف المراه السعوديه تركز في هذا القطاع. وهنا طبعا ما اعتقد انه هالاعمال معروفه، نوعيه المهن الموجوده في قطاع تشييد البناء معروفه انها من اعمال بناء، اعمال حمل، اعمال تتطلب عضلات ولا تتطلب عقول او تتطلب ان يكون هناك الكادر النسائي. فاذا كان نصف الزياده اللي في وقت سابق احتفلت وزاره العمل ووزير العمل شخصيا مهندس عادل فقيه كان ما يحضر مناسبة ولا يحضر تعليق ولا يعلق على أي موضوع إلا كان يتكلم يقول نجحت وزارة العمل في توظيف المرأة السعودية بخمسة أضعاف بما لا يعني بأرقام لم تتكرر في 10 سنوات الماضية. هذا اكتشفنا يا عادل فقيه أنه أرقامك تبين بشهادة مجلس الشورى وبشهادة الأرقام الرسمية اللي تصدرها أنها منجزات وهم وليست وهم، يعني مسألة وهم حنا تعودنا عليها لأن أصبحت عندنا شهادات وهمية وعندنا مناصب وهمية وعندنا منجزات وهمية. فبالتالي لا، المسألة ليست مسألة نقف عند وهم. أنا من 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 هالمكان ومن هذا المنبر ثبت بما لا يدع مجال للشك من خلال الكتابات ومن خلال تقارير وزارة العمل ومن خلال تعليق أيضا مجلس الشورى على ما تقوم به وما قامت به وما ستقوم به وزارة العمل، أنه هناك خطر داهم فعلا يهددنا. بالتالي المسألة أنا أعتقد أنها لا تقف عند مسألة أنه والله هذه منجزات وهمية أو سعودة وهمية يدفع ثمنها البلد والوطن والاقتصاد والمجتمع. لا، أنا أعتقد أنه الآن المطالب المفترض أن تطلع من مجلس الشورى تعليق برامج وزارة العمل بالكامل وفتح تحقيق مع وزير العمل وكل منسوبي وزارة العمل فيما حدث وما يحدث الآن من خلال النقاش اللي صار. ماذا لو فاجأونا وأثبتوا أنه فعلا يعني موظفين هذه الأعداد؟ أعتقد ما مستحيل. ليه؟ أنا أصلا حنا ذكرت لك أنه قبل ما تتكلم مجلس الشورى وقبل ما يتكلم العضو الموقر في مجلس الشورى حنا تكلمنا على هالموضوع وأثبتنا أنه منجزات وزارة العمل جزء كبير منها يعني يؤدي إلى أضرار وإلحاق أضرار بالبلد والاقتصاد. فبالتالي أنا لا أعتقد أنه لا يمكن أن يعني يقبل في أي بلد في العالم كله أنه نجامل معالي وزير العمل أو أي طرف آخر في وزارة العمل على حساب مصلحة البلد، لا يمكن. ثبت يعني أنا أقول لك الحين 50% من الزيادة اللي تفتخر فيها وزارة العمل تركزت في قطاع التشييد والبناء، 30% من الزيادة تركزت في قطاع التجزئة، يعني عندي 80%. وأنا أثبتت بالأرقام سعوديين وغير وسعوديات أن هناك 78% من الزيادة اللي حدثت في 2011 و2012 بأرقام وزارة العمل، ولا يعني لم أزد ولم أنقص فيها، بأرقام وزارة العمل 78%. يعني نتكلم على تقريبا 2 من 8 من 10 توظفوا، 8 من 10 توظفوا، 8 وظائف وهمية فقط، وظيفتين حقيقية. ولهذا أنت لهذا تفهم لماذا انخفض متوسط الأجور، لماذا طلعت الأرقام بهذا الشكل المفاجئ. يعني ما حد يعني حتى النمو الاقتصادي عندنا 5 إلى 6% خلال السنتين اللي راحت، كيف تحدث هذه الطفرة؟ تحدث عن 30 طيب متوسط 30%. بس لك سؤال أستاذ عبد الحميد، بصراحة كيف تقيم أداء وزارة العمل؟ يعني في شعور عام أنه في جهد يبذل، أنه الوضع أفضل من السابق. هل أنت مع هذا الرأي أم أنه كأنك أبو زيد ما غزيت؟ أبدا. أنا ممكن أقول لك يا أستاذ علي أبغاك تروح الدمام اليوم وتوصل خلال 4 ساعات، تجي تتصل علي بعد ساعتين تقول أنا وصلت. بس أين وصلت؟ يعني أنت حققت يعني أنجزت بنصف المدة اللي أنا حددتها لك، لكن لما أتكلم عليك ألقاك والله لقيتك واصل خرج. أنا ما قلت لك راح الخارج، أنا قلت لك راح الدمام. اللي حصل أنه البوصلة عند وزارة العمل يعني واضح أنها تستعجل النتيجة لتفرح بها لتنسب إلى نفسها فضل غير حقيقي. يعني أنت نجحت في يمكن في أهدافك ولكن لم تنجح في تحقيق أهداف البلد. يعني عدد العقل، كيف إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق أنه أنت الآن ظهرت لي وقلت والله أنا وظفت 5 أضعاف 6 أضعاف حجم النساء الموجودين. يعني قبل برامج السعودة اللي جابتها وزارة العمل تقريبا كان حجم السعوديات عددهم في القطاع الخاص تقريبا يمكن 52 ألف إلى فيها الحدود، اليوم تجاوز 250 ألف.
فلما يجي واحد يقول أرقام منجزات عظيمة، إنه من 50,000 إلى 250,000 مثل هذا الجهاز اللي حقق هذا الهدف، أنا أعتقد إنه يعني يستحق الثناء والتقدير والتكريم. ولكن حينما نكتشف إنه 78% من هذه الأرقام قاعدين في بيوتهم مستسترين، يعني سواء وظائف وهمية، ولاحظوا إنه قطاع المقاولات لماذا يعني هو هذا القطاع بالتحديد؟ لأنه هذا القطاع هو الأدنى سعودة في بين القطاعات، ومن يعني وهو أمر مقبول. إيه بس الآن. لكن في المقابل يعامل كقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الشركة. هذا موضوع آخر. لكن الحين ذولا إنه سعودة وهمية وجالسين في بيوتهم، يعني هل وزارة العمل مسؤولة عن ذلك، ولا هذه السلوكيات مرتبطة بالشركات اللي تبغى مثلا تكون ضمن في نطاقها الطبيعي وأمورها تكون ماشية؟ أنا قبل كم يوم جالس مع أحد الأصدقاء عنده مؤسسة، عنده حالة بحث عن العميان، عنده حالة بحث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أنا أثق فيه مقدرهم هذه الفئة الغالية علينا، بس عنده بحث دؤوب وينظر لمسألة أنها طبيعية، يعني يقول أنه الواحد بثلاثة والواحد باثنين. ففي مشكلة أيضا في أصحاب الشركات أنفسهم. هو هذا هي أصلا في علم السياسات وعلم إجراءات الدولة وفي أي بلد، إدارة أي بلد في العالم، هناك نقطتين: النقطة اللي فيها إفراط تام عدم وجود أنظمة، والطرف المضاد لها اللي هو التشدد التام في تطبيق الأنظمة. كلا الحالتين تدفعك إلى الفساد وإلى التحايل والتلاعب على الأنظمة. حينما شددت وزارة العمل قبضتها بشكل يعني أعتقد أنه يميل إلى عدم الذكاء وعدم الاحترافية وعدم فهم مشكلة السوق العمل عندنا، أدت أنه رجال الأعمال والقطاع الخاص يحاول أن يحتال على هذه الجهة، يعني لم يفهموا. وأنت يمكن تتذكر قرار 2400، وتتذكر قرار العفو، تتذكر قرار لما أطلقوا نطاقات واحد ثم أطلقوا نطاقات اثنين. يعني أنا أكثر من رجل أعمال يقول أنا صرت في الشهر يعني تتجمع على مكتبي أكثر من قرارات الوزارة العمل، لدرجة أنه كنت في بداية المرحلة أفهم وألحق التطورات اللي تقوم بوزارة العمل. يقول وصلت المرحلة لا أنا ولا الموظفين اللي عندي ولا حتى الناس اللي نأخذ رأيهم ما إحنا قادرين. حتى يقول أحيانا نأخذ قرار ولما نعرضه على المستشار القانوني عندنا وحقين الموارد البشرية قالوا لا هذا القرار ترى قديم، استند على قرار اللي طالع الأسبوع اللي راح من وزارة العمل، لا طالع قرار طيب جديد. عندنا فاصل قصير ونعود لكم. فاصل قصير ونعود. السؤال الأخير، يعني كل قرارات اللي تسوي وزارة العمل غلط، يعني لو أنت مكانه مش تسوي؟ أول شيء أول خطر ارتكبته وزارة العمل مع قدوم مهندس عادل فقيه، أول خطر ارتكب وهو خطأ فادح ومخالفة أيضا، اللي هو تعطيل استراتيجية التوظيف الوطنية. هذه استغرقت 4 سنوات حتى أخذت موافقة أخذت المرسوم الملكي وطلعت. أنت كيف تجي تحطها بالدرج وتعطلها؟ يعني هذه مخالفة صريحة. يعني لا يمكن أنه أنا والله عشان أنا صرت وزير جديد أعطل ما قام به زملائي الذي سبقوني، يعني خلاص أسوي له شداون وأبدأ من جديد. هذه واحدة. اثنين، وهذا الكلام قلناه لوزارة العمل فيه إذا تتذكر، خاصة في برنامج هالة يمكن أكثر برنامج سلط الضوء على هذه المشاكل برنامج هالة، وهذه شهادة يعني من يزكيها ويثبتها الموجود على اليوتيوب من خلال الحلقات القديمة، إنه جينا قلنا وزارة العمل ترى مشاكل السوق، سوق العمل عندنا ما هي مشاكل حصرية على السوق أو أنها مفصولة عن مشاكل البلد، هي جزء من مشكلة الاقتصاد، اقتصاد ريعي، اقتصاد قائم على النفط، بالتالي الوظائف اللي خلقها وظائف هامشية مزرية، جزء منها كثير أيضا جزء منها وظائف نقدر نسميها في قطاع الظل أو في الاقتصاد الظل، اللي نشاط يعني نشاطات ما تتعدى الابتدائي متطلباتها. فلما جت وزارة العمل بحثت بشكل أنا أعتقد أنه غير متخصص، وجدت أن والله سعودة 6-7 مليون في قطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات والتعمير، هذا قطاع هذا راح ب6-7 مليون وظيفة فيها أجانب. طيب يا أبو الشباب افهم، خريجين اللي عندك الحين جامعيين، الآن عندي في الجامعات 1 مليون طالب وطالبة، والخريجين اللي طالعين من الجامعات والدبلوم تقريبا يشكلون 78-80% من مخرجات التعليم. كيف يعني انت تفكر تضع هؤلاء في وظائف يمكن مزريه لا من ناحيه الدخل ولا من ناحيه المهارات المطلوبه؟
بالتالي هنا وجدوا أن هنا سرعة إنتاج، وهذا حدث فعلا في نقاش مباشر بيني وبين وزير العمل في اجتماع حدث، أنه كان يركز الرجل على هذه الوظائف بينما كنت أنا أركز على الوظائف اللي في أعلى الجدول اللي تقريبا كان حجمها حدود المليون وظيفة. فقلت له أنت على أساس تركز بهالنقطة هذه؟ إذا كانت هذه الوظائف أصلا لا يمكن أحد يقبل بها. بالتالي هذه يمكن المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة اللي يمكن هذه قاصمة الظهر بالنسبة لوزارة العمل، أنه الخلل الموجود عندي في الاقتصاد اعتماده على النفط وزيادة استخدام العمالة الوافدة خلق عندي نشاطات سرية في الاقتصاد، ولهذا يمكن الاقتصاد السري عندنا يشكل من أعلى معدلات إن لم يكن في المراتب العليا على مستوى العالم كمساهمة، يصل إلى 40-45%. من يسيطر عليه؟ العمالة الوافدة. لما جت الحملة، حملة تصحيح الأوضاع، كافأت من قام وأسس هذا الاقتصاد الأسود بتثبيته وتثبيت أقدامه والاعتراف به رسميا. لهذا حينما أصبحت هذه الوظائف المزرية رسمية، يعني الآن البلد كم فيها بقالة؟ تقريبا فوق 950,000 بقالة. كم عندي حلاق؟ يمكن نفس العدد تقريبا أو يعني أقل بقليل. وهكذا هذه الوظائف ماذا خلقها؟ خلقها حالة مرضية وليست حالة صحية للاقتصاد. فأتى عادل فقيه ومن معه من الشباب قالوا هذه وظائف ممتازة، ومن قال لك أن هذه وظائف مزرية؟ هذه وظائف مزرية يجب أن تعدم من خلال إعدام الأرضية الفاسدة التي خلقتها. وبالتالي ما هو العمل؟ أنا قلت له بالحرف الواحد يا وزارة العمل ضع يدك بوزارة المالية. هذا يحتاج لوقت طويل. لا هذه موجودة في الاستراتيجية حقت التوظيف اللي أخذت مرسوم ملكي. يعني أنا ما أجيب شيء من عندي الآن. أنا لما أقول لك الاتجاه اللي أنت ماشي غلط، وهذا الاتجاه ترى أنا ما ابتكرت شيء من عندي، أن تخلق اقتصاد منتج وتعزز الاستثمارات وتعزز المشاريع، تساهم الدولة مع القطاع الخاص في خلق مشاريع وبالتالي تخلق وظائف محترمة للناس. هذا الأمر ليس من ابتكاري، هذا موجود في خطة التنمية وفي الاستراتيجية حقت التوظيف. والاستراتيجية هذه لماذا لم تعجب عادل الفقيه واللي معه؟ ليه؟ لأنها تتحدث عن منظور 30 سنة، يعني على عشان يصفقوا لي الناس بعد 30 سنة. لا، أنا أبغاهم يصفقوا لي اليوم، أبغاهم يحتفلون فيني بكرة، أبغاهم يكرموني آخر السنة. وهذا أمر على حساب من؟ على حساب البلد وعلى حساب اقتصادها وعلى حساب المجتمع. أنا وياك ما راح نخلي عادل الفقيه يعني لو حطوا استراتيجية 30 سنة، برضو بنقول والناس وعيالهم يبغونهم يتوظفون. اليوم ترى علي لو أن طبق الاستراتيجية لو التزموا فيها كان اليوم إحنا دخلنا على السنة الثالثة من عمر الاستراتيجية. طيب، عموما إن شاء الله إحنا مستقبلا نكون مع وزارة العمل ويكونوا معنا ونتحدث في تفاصيل أكثر يعني نواجه بينكم. شكرا لك أستاذ عبد الحميد العمري، كل عام وأنتم بخير. تسلم، كل سنة. ونراك قريبا إن شاء الله. فاصل ونعود لكم بعد قليل.